النساء أمي اللي قتلونا، إن شهيداتها عند ربنا أحياء يرزقن. أمي قتلونا إحنا، قتلوا فينا الحياة، قتلوا فينا البسمة، قتلوا فينا الفرحة، قتلوا فينا الإدمان، قتلوا فينا كل شيء، كل شيء في الدنيا قتلوا فينا. بس إني شهيدات عند ربنا يرزقن. كلهم اللي قتلوا غدر بدي واحد من المجرمين هذولا يلاقي جرأة مثل ما بيطلع يقتل يطلع يحكي لنا شو شعوره بعد ما يقتل، كيف عايش، كيف عايش حياته، قديش مبسوط. لما كل يوم بتتقدم بنت وكل يوم بتتقدم ولد وكل يوم بتتقدم طفل يطلع يحكي عن مشاعره. احنا اهل ضحايا، مهم احنا بدنا نسمع واحد مجرم مثل ما عنده القدرة على القتل يطلع يحكي شو شعوره، شو بقول. هم ما قتلوهن، هن شهيدات عند ربنا احياء يرزقن. احنا اللي متنا، كل اشي فينا حلو انقتل، الفرحه انقتلت عنا، البسمه، الضحكه انقتلت فينا، ولا اشي ضل فينا عايش، الضمير فينا انقتل. شو مطالبكم كاهل الضحايا؟ فيش عنا مطالبنا عند رب العالمين على الفاضي، كل اللي واقفين هنا والحكومه على الفاضي. حط اكس، هذاك قتل امه لانه معصب، وهذاك قتل مرته لانه مش عارف شو، وهذاك دفن مرته، وهذاك قتل جاره، شو عنده؟ ولا اشي. احنا واقفين هنا بنقول على مين الدور، ما إلناش مطالب عندهم، إلنا مطالب عندهم عشان الله بكفي يذب علينا خلاص. هاي الوقفة.